طبعا احنا المتعارف عليه او العرف المتبع ان الادمان بينتشر بين الشباب اللي هم الاولاد فقط. لا هو ما بي يعني طبعا المعلومه دي غلط، هو بينتشر ما بين الاثنين، ما بين الذكور والاناث، بس طبعا في الذكور بيبقى اكتر لاختلاطهم، وان هم بيبقوا يعني في اختلاط العمل وفي مجال السواقه طبعا اكثر نسبه تعاطي، بيبقى في مثلا سواقين النقل التقيل وهكذا. وطبعا الدوله قامت مشكورا بعمل تحليل المخدرات للسائقين، وبيتم طبعا اخذ الاجراءات القانونيه اللازمه عند ثبوت يعني ان هو بياخد مخدرات، بيتعاطى اي نوع من المخدرات سواء تعاطي مكيفات او برشام او غيره او غيره من المكيفات. زائد بالاضافه الى ذلك مجلس يعني مجلس الشعب اقر قانون بفصل الموظف يعني فورا اذا ثبت تعاطيه المخدرات، وتم طبعا حالات كتيره جدا. وبالمناسبه اقول لحضراتكم النسب اللي هي وزاره التضامن الاجتماعي قالت ان هي موجوده في 2021. احنا ما بين طلاب المدارس الثانوية نسبة التدخين 12.8%، طبعا كانت نسبة اكبر من كده بس ابتدت تقل مع اتجاه الدولة للقبضة الامنية والتوعية وهكذا في مجال الادمان، ونحو 7% تعاطي مخدرات في المدارس الثانوية. طيب نسبة التعاطي اجمالا 5.6%، والادمان من 2 ل 4%. النسبة طبعا دي بتتراوح في اعمار ايه؟ في اعمار ما بين 15 سنة إلى 60 سنة. العمر الزمني بيبقى بداية من 15 سنة لغاية 60 سنة بيبقى بيحصل يعني بيحصل فترة الإدمان في الفترة ديت. طيب نسبة التعاطي على مستوى العالم، يعني طبعا احنا عارفين ان الموضوع دوت موجود في مستوى العالم كله، فالنسبة في العالمية 5%. طبعا احنا الموظفين كان الموضوع تفاقم في فتره يعني زمن سابق، كان الموضوع دوت انتشر جامد الى ان قامت الدوله بوضع اسس وقوانين ان اي موظف بيتم تحليل له المخدرات او اي نوع من المكيفات بيتم فصله فورا. وطبعا دوت حاجه كده عشان نطلع برضو يعني نرجع لمصر الجميله ومصر خاليه من اي مشاكل واي ادمان. وطبعا انتوا حضراتكم عارفين الفتره الاخيره جدا طلع مشاكل جامده جدا وحاجات، ومهما يكون الامن قابض يعني قابض قبضته على التجار او غيره، بيبقى يعني في حاجات بتبقى طالعه خارج السيطره، بيبقى مثلا واحد يعني ما عندوش ولا ضمير ولا اخلاق بيبتدي هو يفتعل ويطلع انواع جديده، والشباب ما فيش توعيه، وبيبقى الاهل برضو غايب عنهم حته التربيه وحته التوعيه ان هم يوعوا الشباب الصغير. الصحبه السوء، في صحبه هي اللي بتودي لتلك المخاطر، ومشاكل بتحصل بسبب ان الصحاب لازم الصاحب يبقى يكون يعني الابن لازم